ورجعنا لكم بعد الفاصل المشاهدين الكرام في كل مكان. الاهلي هو البطل يا ساده، الاهلي هو زعيم افريقيا، الاهلي بمن حضر، الاهلي وكفى. فقره مهمه جدا هنتكلم فيها بالتحليل، وفقره مهمه جدا هنتكلم فيها بالتفصيل مع ضيف العزيز والكريم الاستاذ والكابتن عماد عوض الله المحلل الرياضي. اهلا بيك وسهلا يا كابتن، نورتنا في برنامج عز الشباب على الصحه والجمال. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، وفي البدايه عايزين نعرف راي حضرتك في المباراه وفي اداء اللعيبه. هو بداية قبل ما ندخل في أي تفاصيل، المباراة دي لازم نبارك فيها المصري الأول طبعاً. على الحدث أكيد. الكبير اللي حصل دوت، بنشكر جميع المسؤولين اللي ساهموا إن أول حدث في نهائي أفريقي من مباراة واحدة يبقى موجود في مصر طبعاً. ده حدث كبير ما كانش ينفع دولة تستضيفه غير مصر، يحدث لأول مرة يا كابتن. طبعا أول مرة النهائي يبقى من مباراة واحدة، فكان لازم مصر تستضيفه. إحنا دايما أصحاب الرياضة في أفريقيا سواء في كرة القدم أو في أي حاجة تانية، فما كانش ينفع تحديدا في كرة القدم إن النهائي من مباراة واحدة ويبقى موجود في دولة غير مصر، كان شيء غير منطقي بالمرة، خاصة إن كان في أحد طرفي النهائي كان ممكن يبقى الأهلي أو الزمالك، أو على الأقل كان ممكن الاتنين يبقوا موجودين في النهائي زي ما إحنا شفنا. بالظبط. طبعا بنبارك للأهلي، وقبل ما بارك للاهلي بقول هارد لك لجمهور الزمالك، عمل مباراه كبيره. الزمالك في الفتره الحاليه يعني بيمشي بخطوات مستقره جدا. الزمالك كان في نهائي الكونفدراليه الموسم الماضي، حصل على الكونفدراليه الموسم الماضي، السنه دي في نهائي دوري الابطال. اي فرقتين بيوصلوا للنهائي طبيعي خلاص انت وصلت لمرحله ال 90 دقيقه، فمعرض ده هيكسب او ده هيكسب خلاص. الطبيعي بيبقى فيه توفيق، التوفيق كان حليف النادي الاهلي، لكن ده ما يقللش خالص من نادي الزمالك. قدم مباراة كبيرة، الأهلي خطف المباراة في الآخر كعادة الأهلي، يعني دي مش حاجة جديدة أساسا. الواحد بيتفرج على كورة من زمان، هو دايما الأهلي بيخطف المباريات في الفترة الأخيرة، فبنبارك للنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك، وأهم حاجة في الآخر إن البطولة مصرية. لو اتكلمنا بقى انتصار الأهلي على الزمالك، يعني لماذا انتصر الأهلي وخسر الزمالك؟ بداية هو بيبقى فيه عامل نفسي. بالظبط. ولو لاحظنا في أول خمس دقايق من المباراة النادي الاهلي نزل ضاغط كعادته على الزمالك في معظم المباريات، ممكن نستثني بمباريات بسيطه وخاصه في الفتره الاخيره، لكن النادي الاهلي نزل ضاغط اسفرت عن هدف. كان الوارد ان النادي الاهلي يفضل مستمر في الضغط بتاعه، وكان ممكن يسجل هدف تاني، كان ممكن يسجل هدف ثالث، لكن ده هينقلنا الجزئيه نفسيه كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان النادي الاهلي لما صعد نهائيين ورا بعض وخسر نهائيين، فكان في تخوف عند اللعيبه ان النهائي يروح، فبالتالي اول ما سجلوا هدف خلاص تحس ان هم نسوا تماما تعليمات المدير الفني. ويمكن حصل اكتر من تعليق على الجزئيه دي، اللعيبه لا اراديا رجعت لورا عشان تحافظ على الهدف. فبالتالي قدر الزمالك ان هو يستحوذ على الكره في استحواذ انا من وجهه نظري كنت شايفه ان هو استحواذ سلبي، ما كانش استحواذ ايجابي. انت النهارده كفرقه لما تمسك كوره في مباراه نهائيه زي كده لازم يبقى عندك اختراقات، لازم يبقى عندك انفرادات، لكن النهارده الكوره تبقى معاك ويفضل استحواذك سلبي في نص الملعب، فانت بتدي امل للفرقه اللي قدامك ان هي تهدى شويه وبعدين في الشوط الثاني تبدا ترجع عليك، وده اللي حصل وده اللي شفناه في الشوط الثاني. يعني ده اللي ادى كابتن كمان اللي خلى الاهلي في اول ربع ساعه لما جاب اتقدم وبعدين الزمالك مسك كوره في نص ساعه الاخير من الشوط، وده اللي ادى التعادل. الاهلي كان لعب ربع ساعه ولا اروع بجون تقدم عمرو السوليه، وبعد كده الزمالك دخل في مباراه. ده ما حضرتك قلت تخوف من النادي الاهلي ان هو خسر النهائيين طبعا بالظبط ورا بعض 2017 و2018، وكان عنده تخوف ان هو يخسر النهائي التالي، وكمان كان تخوف من مبارياته مع الزمالك نفسها في اخر ماتشين، اخر مباراتين في السوبر المصري وفي الدوري. النادي الاهلي كان بيلعب كوره كويسه جدا، ولكن الزمالك كان بيخطف الماتش في الاخر، وده اللي حصل في السوبر وده اللي حصل في الدوري، فكان هو تخوف طبيعي ملوش علاقه باي تعليمات فنيه. اللعيبه لا اراديا رجعت لورا عشان تحافظ على النتيجه، وما قدرتش تحافظ. بس للامانه هو كان موسيماني عامل خطه وكان قافل الملعب تماما. احنا نلوم على موسيماني في حاجه، لو كان حصل اختراقات من الملعب او من قلب الدفاع من عنده او من الجناب كان ساعتها يحصل لوم عليه ان هو ما قدرش يسيطر على المباراه. لكن حتى في عز ما هو تراجع لورا، الهفوه الوحيده الدفاعيه جت من مهاره فرديه من شيكابالا في جون عالمي، لكن ما حصلش وان تو، ما حصلش انفراد، ما حصلش ثرو من قلب الدفاع، فهي كانت في الاول وفي الاخر مهاره فرديه من لاعب نكن له كل احترام وتقدير في مهاراته الفرديه، ما حدش يقدر يختلف عليه. طب حضرتك شايف بقى ان خروج شيكابالا اثر على اداء اللعيبه؟ اللوم على المدير الفني باتشيكو في الزمالك على خروج شيكابالا ما كانش على خروج شيكابالا نفسه. شيكابالا كان خلاص هو كان هيوصل للدقيقه 60 او 65 وما كانش هيقدر يكمل المباراه، لياقته ما كانتش هتسعفه. لكن لو اتكلمنا فنيا، انت النهارده خرجت لعيب نص ملعب ما كانش ينفع تدفع بمهاجم، كاسونجو انت نزلته مكان شيكابالا وخليت كاسونجو خد الجنب، هو مش مكانه. ما ينفعش تغير مكان لعيب في مباراه نهائيه وامام النادي الاهلي. يعني انت النهارده خرجت شيكابالا، مشكلتك او غلطتك ما كانتش في ان شيكابالا خرج، لا مشكلتك كان ان انت خرجت شيكابالا كان عندك اوناج بره،
ايا كان مستواه الفني ايه، بس ما ينفعش في مباراه كبيره بعد النتائج تغامر بمراكز. خروج شيكابالا اثر على الزمالك بشكل اساسي، طبيعي ان ياثر. شيكابالا في المباراه دي كان نازل مباراه عالميه بالظبط، مباراه عمره كان نجم فوق العاده. اي حد في المباراه دي في مكان شيكابالا كان هينزل، ان هي مباراه عمره. شيكابالا كان نازل، لو كان الزمالك ربنا كرمه وخد البطوله كان الهدف ده بالنسبه لهم هيبقى تاريخي. يعني شيكابالا لو ما كانش عمل حاجه تاني بعديها كان خلاص هما بالنسبه لهم دي كفايه قوي. فهو كان نازل بتحدي كبير، عمل مباراه كبيره جدا لحد الدقيقه 60 او 55 تقريبا، بس هو لياقته فعلا مش هتسعفه. خطا باتشيكو في عدم نزول ونجم مكان شيكابالا، مش في خروج شيكابالا نفسه. خلينا بقى لو احنا عقبنا على جون محمد مجدي قفشه، جون جه في وقت قاتل يعني ربما 86 دقيقه او 85 دقيقه ونص 86. والجون ده يعني بيمثل ايه بقى، بيمثل ايه؟ وفي نفس الوقت الجون كمان شبهنا بجوان كتير قوي على مدار تاريخ الاهلي. ابو تريكه فكرنا بجون ابو تريكه الاهلي ده، ما حضرتك قلت من شويه ان الاهلي كالعاده بيعملها في الاخر. الهدف ده يفكرنا بالجيل اللي فات، ابو تريكه، بركات، عماد متعب. الهدف ده بيمثل للنادي الاهلي عوده للروح، عوده للثقه اللي كانت موجوده في افريقيا. احنا كان النادي الاهلي بيسافر افريقيا او النادي الزمالك بيسافر افريقيا في فتره من الفترات كان بيسافر هو رايح ياخد البطوله. الزمالك جات له فتره كان زي كده من 2001 لحد 2004 في فتره الدكتور كمال درويش لما كان مجلس الاداره، كان الزمالك بيسافر في الفتره دي، كان مسيطر على افريقيا كويس. حصل على بطوله ابطال الكؤوس في الفتره دي، حصل على دوري الابطال، حصل على كاس السوبر. النادي الاهلي من ساعه ما سيطر من 2005 لحد 2013 كان عنده جيل، بغض النظر عن الفنيات كان عنده جيل وعنده ثقه في نفسه ان هو بيسافر عنده امكانيه الفوز، ما كانش عنده الأرض. التوتر بالزبط. الجيل الحالي كان مفتقد الجزئيه دي، ان انت تصعد النهائي في 2017 وتصعد النهائي تاني في 2018 وتخسر النهائيين، ده ما حصلش في النادي الاهلي قبل كده. فبالتالي كانت الثقة ما كانتش موجودة. لكن النهاردة محمد مجدي قفشة بالهدف ده بيرجعنا لذكرياتنا زمان. محمد بركات، أبو تريكة، جونوس صفاقس، عماد متعب في سيوي سبورت، أنت النهاردة بتتكلم على عودة جيل بروح جديدة ما كانتش موجودة قبل كده في الجيل الحالي. بعد جون قفشة كهربا كلم موسيماني، تفتكر بقى كان بيقول له إيه؟ هي اللقطة دي الناس كلها اتكلمت عليها، بس أنا وأنا بتفرج على المباراة قريتها. موسيماني مبدئيا في الدقائق الاخيره، يعني زي ما احنا اتكلمنا من شويه قلنا ان الاهلي خلاص لما حس ان الزمالك سيطر على الوضع الاهلي خلاص رجع لورا، قفل خطوطه، كان بيعتمد ان ما يحصلش اختراقات. واحنا لو بصينا للمباراه كلها من نادي الزمالك مش هنلاقي غير تسديده شيكابالا اللي جه منها الهدف، ومش هنلاقي غير تسديده زيزو اللي جت في العارضه وكانت تسديده روعه طبعا. لكن ما حصلش اختراق، وده معناه ان خط الدفاع بالكامل بتاع النادي الاهلي كان بينفذ التعليمات بحذافيرها. محدش من الزمالك قدر يعمل 1-2 ويعمل اختراق، ولا قدر يعمل سروق ويعمل اختراق. الاهلي كان مقفل الجزئيه دي. لياقه لعيبه نادي الزمالك بدايه من الدقيقه 90 بدايه من الدقيقه 70 بدات تنزل شويه. في الفتره دي قبل الهدف كان موسيماني بيجهز كهربا عشان كهربا يبدا ينزل، الكلام ده قبل الهدف. في نفس اللقطه كان خلاص رميه التماس بتتلعب والهدف اتسجل، موسيماني طبعا جري على الاحتفال، كهربا جابه على جنب، كانوا بيتكلموا في نزول ربيعه. يعني هي اللقطه كانت باينه ان كهربا كان بيقول له نزل حد يدافع، وفعلا هو كهربا طلع واكد على الموضوع ده، نزله ربيعه عشان يقفل نص الملعب ويقفل الدفاع، لان كان خلاص انت النهارده بتتكلم الهدف اتسجل، وصلت للدقيقه 87 او 88 في ظل نشوه الفرح دي. أيوة. كان وارد انك تستقبل هدف، كان لازم تقفل خطوطك. فده كان لازم التغيير ده يتم، وكان حصل تنسيق بين الاثنين، كان فكرهم واحد. دي بالنسبه لكهربا. بالنسبه لموسيماني ان هو في نفس اللحظه دي، وان انت بتسجل هدف في الدقيقه 86 في نهائي دوري الابطال اللي غايب من 7 سنين وامام نادي الزمالك، وبتفكر في المباراه وبتفكر في التغيير اللي انت هتعمله في ظل ما خلاص الجون لسه جاي من ثواني، فدي حاجه احترافيه تحسب للمدرب. وانا قلت وما زلت باكد انه احسن قرار خده مجلس اداره تعيين موسيماني مدير فني للنادي الاهلي. خلينا بقى كابتن بقى لو اتكلمنا بقى على ضربه الجزاء اللي كل الناس وبالاخص الجمهور الزملكاويه والزملكاويه واتكلموا عليها، ان هي ضربه جزاء لاشرف بن شرقي لما دخل الدخله مع ياسر ابراهيم، والناس كلها جابتها. واحنا ان شاء الله يعني احنا معانا صوره اهي، وكمان يعني من قناه نادي الزمالك، يعني الدراع بتاع ياسر بتاع اشرف بن شرقي هو اللي ساند على تمام. عادين بقى تعقيب حضرتك على اللقطه دي. هو مبدئيا اي خطا بيحصل في منطقه الجزاء
الحكم بيحسب على الخطأ الأولاني مش الخطأ اللي حصل بالتتابع بعديه. بالزبط. يعني أنا النهاردة أشرف مع أشرف بن شرقي هو اللي شد أيمن أشرف في الأول، فبالتالي هو حسب الخطأ على ده. فحتى لو حصل خطأ من أيمن أشرف بعدها خلاص مفيش داعي بالنسبة له. هو لحد دلوقتي احنا بنتكلم على احتكاك عادي بالظبط بالنسبة له، لكن أشرف بن شرقي هو اللي شاور. هي اللقطة دي هي البداية بقى، دي البداية بالزبط. دي خلاص كده فاول على بن شرقي، ما فيهاش أي مشكلة خالص. أنا معرفش هم أثاروا الموضوع ليه، لكن هو للأمانة التحكيم ما كانش عليه أي جدل في المباراة خالص. حضرتك شايف بقى دلوقتي ان موسيماني بقى عقده للنادي الزمالك بعد ما فاز عليه مع سان داونز في 2016 وفاز عليه مع الاهلي في 2020؟ موسيماني من المدربين اللي عندهم خبره افريقيه. يعني احنا النهارده افريقيا تحديدا بتحتاج مدرب داخل في افريقيا قوي. يعني انت ممكن تجيب مدرب عالمي ما يقدرش يوصل معاك في افريقيا لمستوى معين، لكن النهارده موسيماني حصل على دوري ابطال افريقيا 2016 مع سان داونز من الزمالك نفسه، فهو الراجل موجود مع سان داونز بقاله سنين كتير، فعنده خبره كبيره قوي بافريقيا. فايلر لو كان استمر مع النادي الاهلي كان كفت الزمالك هتبقى ارجح، لكن موسيماني مدرب واقعي جدا، قابل الزمالك بواقعيه زي ما كان بيقابلها وهو مع سان داونز. يعني هو مع سان داونز هو ما كسبش الزمالك في النهائي بس، هو كان معاه الزمالك في المجموعه وكسب الزمالك ذهابا ايابا في المجموعه. فهو موسيماني مدرب ذو خبره افريقيه، وباكد تاني انه افضل اختيار لمجلس اداره النادي الاهلي. تمام، خليني بقى كابتن في صوره تتعرض معانا دلوقتي، يعني كابتن الخطيب صوره وتعقيب. قاعدين بقى تعقيب ايه على كل صوره كده؟ الصوره دي بتاعت كهربا وهو بيدي السلام التحيه العسكريه للكابتن رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيه. كهربا عانى كتير في الفتره اللي فاتت بالظبط، كان بيدور على البطوله دي، كان عايز يثبت ان اختياره صحيح للنادي الاهلي. بالنسبه للكابتن محمود الخطيب فدي بطوله محمود الخطيب بالظبط، يعني البطوله دي بطوله محمود الخطيب بالظبط، يعني هو تحمل كتير. تحمل كتير والله. تبقى كانت تعقيب عليها تاريخية. اللقطه دي بقى روح، يعني دي افضل لقطه في المباراه. افضل لقطه في المباراه بالزبط. افضل لقطه في المباراه، مفيش تعليق عليها اكتر من كده. دي افضل لقطه في المباراه. الله ينور على احلى شباب. دي برضه لقطه كابتن، يعني انا بقول كابتن محمود الخطيب حدد زي ما قلت، يعني دي بطوله الكابتن محمود الخطيب لانه عانى الكثير وتحمل ما لا يتحمله احد. اتعين كمجلس كرئيس مجلس اداره في نهايه 2017 تمام، صعد نهائي البطوله دي في 2018، ما صادفوش التوفيق بيها، خرج في دور الثمانيه من 2019 لظروف كلنا شفناها في مباراه سان داونز. صعد تاني في 2020. فالراجل يا جماعه بيتكلم في مجهود غريب اتعرض له، وبيتكلم في ضغوطات كتيرة قوي اتعرض لها، فان هو يوصل اللقطه دي معناها هو بيبص لها بامل. اللقطه اللي معروضه قدامنا دي لقطه تمثل الكثير، خد البطوله وهو لاعب وكمان وهو رئيس نادي، وكمان وكان نائب رئيس نادي ايام الكابتن حسن حمدي. اسطوره كبيره محدش يقدر يتكلم عليه ويقول غير ان هي بطوله طبعا. الشناوي معروضه معانا، الشناوي بيرفع الكاس، كان امنيه طبعا وفرحه ما بعدها فرحه، يعني طبعا مجهول عالي يستحق البطوله، وكان لازم تتحط في السي في بتاعه، كان لازم لأنه هو يستحقها بجد ومجهود. دي بقى لفتة إنسانية راقية جدا. هي والصورة اللي جات لنا من شوية بتاعة التصوير، هي والصورة دي يعتبر أفضل لقطتين في المباراة. بالزبط. أفضل لقطتين حصلوا في المباراة، وبتمنى له الشفاء طبعا، مؤمن لاعب كبير. يا رب. أمين يا رب. مؤثر جدا في اللعيبة وكمان اللعيبة. من اللعيبة اللي أنا كنت بحبهم جدا على المستوى الشخصي قبل اللعب كمان. ربنا يتمم الشفاء على خير يا رب. ونتمنى الشفاء لكل اللعيبه، لان انا كمان سمعت خبر امبارح ان وليد سليمان ان شاء الله احتمال يلعب ماتش الكاس، لان هو خلاص هو اهم من ان هو يلعب بالزبط. يعني ربنا يكرم ان شاء الله وتكون المسحه بتاعته سلبيه، لان طبعا النهارده سمعنا خبر برده مؤسف ان لسه محمود حمدي الونش نتيجه المسحه بتاعته ايجابيه. محمود حمدي من اللعيبه المحترمه جدا جدا واللعيبه الرجاله جدا، كابتن في الملعب حقيقي بجد. غيابه كان مؤثر قوي في نادي الزمالك، ودي حقيقه ما نقدرش ننكرها، مش تقليل من اللي لعب، لكن طبعا في لعيبه بتبقى دوليه، في لعيب دولي هو بالزبط. خلاص بيقدر يلعب المباريات الكبيره دي. دي عندنا لقطه كمان في الكاس، لان علي معلول برضو احنا اتكلمنا عليه في علي معلول غاب عن النهائيين، فدي كانت بالنسبه له بقى حاجه فريده من نوعها. لو محدش بيتابع كوره تمام وما يعرفش ان علي معلول تونسي، يعني انا لو راجل مش بتابع كوره انا هشوف اللقطه دي هقول ان ده متربي في النادي الاهلي. مصري مصري يقول انه مصري بفرحته، ودي هيقول انه مصري طبعا. لعيب متعرض عليه كابتن يعني عروضات كتير واكثر من نادي بيراميدز، وان هو يروح ما هو رفض. اول نهائي يلعبه يكسبه هو يستحق، وزي ما قلت على الشناوي بطوله كان لازم تتحط في السي في بتاعه. اهم بقى صوره تعقيب حضرتك على الصوره دي، وهي جمهور نادي الزمالك يعني وهو بيشيل كده، يعني مش عايز اقول طبعا لا ده قله، عايزين نقول لهم قله مش جماهير نادي الزمالك، هم قله من بعض الجماهير. مبدئيا انا هوجه رساله للجمهورين، اي بطوله بتحصل هي في الاول وفي الاخر 90 دقيقه هتخلص بنتيجتها.
يا ريت ما نحاولش نخرج بره الماتش. احنا ليه بنخرج بره الماتش؟ خليني برضو معلش يا كابتن برضو بعض جماهير الاهلي القله عملت برضو امبارح كده مع شيكابالا، عايزين برضو نعقب على دي وعلى دي عشان هي قله ما تمثلش كيان النادي الاهلي والنادي الزمالك كجمهور اكبر جمهور في القاره الافريقيه. احنا النهارده ما ينفعش نخرج المباراه بره ال 90 دقيقه. هي مباراه فرقه هتكسب وفرقه هتخسر، خلاص يا سيدي فريقك كسب احتفل براحتك، لكن ما تتعرضش لاي لعيب في اي كلام تاني ملوش اي معنى، ولا استفزاز ولا تنمر ولا الكلام ده كله. ما ينفعش كله كلام، ما ينفعش يليق بمصر، يعني مصر ما ينفعش يحصل فيها كده، يعني احنا المفروض نبقى ارقى من كده بكتير. بالظبط. عايزين بقى نتكلم عن كاس مصر اللي هيبدا ان شاء الله يوم الثلاث بين الاهلي وبين الاتحاد السكندري وكمان الزمالك وطلائع الجيش. طبعا المباراه دي في خوف فيها كبير على الاهلي والزمالك، في نشوه الفرح في الاهلي ممكن تاثر. اي نعم، هو احنا اتعودنا ان هي ما بتاثرش في الاهلي، بس ممكن تاثر. خليني اقول لحضرتك ان المباراه دي يا كابتن ان هي قبل النهائي يعني لا تحتمل القسم على اثنين خروج المغلوب. هل ماتش الاهلي والاتحاد بالذات موسيماني بيفكر راحت بعض اللعيبه ولا هيبتدي؟ هو مش هيفكر في الراحه، بس هو خلاص في بعض المعارين رجعوا زي مثلا ناصر ماهر، في عنده صلاح محسن. هو هيبدا اللعيبه دي هي اصلا موجوده، اللعيبه دي اصلا كانت بتلعب ما كانتش واقفه مثلا او كان عندها مشكله، فهو ممكن يعتمد على اللعيبه دي، لان في لعيبه من اللي لعبت النهائي هيبقى عندها ضغط بدني رهيب، خلاص مش هيبقى عندها امكانيه ان هي تلعب المباراه دي يوم الثلاث، خصوصا ان انت لو كسبت المباراه دي والزمالك كسب مباراه طلائع الجيش، فانت بتتكلم في نهائي تاني يوم السبت ما بين الاهلي والزمالك. وده هيخلينا نرجع للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، يا ريت الاعصاب تبقى اهدى من كده. هي مباراه 90 دقيقه ممكن تاثر على الزمالك بعد ماتش النهائي الافريقي بالذات، ان الزمالك الحاله النفسيه بتاعته ممكن تاثر معاه، تاثر عليه في ماتش طلائع الجيش؟ لا بالعكس، اعتقد ان الزمالك هيبقى عنده دوافع كبيره. الزمالك هيبقى باصص للمباراه دي انها وصول للمباراه النهائيه اللي هي يوم السبت، فهيبقى عنده امل ان هو يلاعب نادي الاهلي تاني بحيث ان هو يكسب تعويض. وتبقى تعويض ليه، فهو الزمالك هيبقى متحفز اكتر عشان يقدر يوصل للمباراه النهائيه. صحيح. عايزين حضرتك توجه بقى رساله لنجوم النادي الاهلي وادارته ومجلس الاداره. يعني ومجلس ادارته بقى وكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب اكبر من ان انا اوجه له اي رساله، البطوله دي بتاعته. انا اسفه معلش، احنا هنطلع فاصل بس نسمع الاذان وهنرجع لحضرتك تاني. فاصل وهنرجع تاني ان شاء الله. فاصل، كنا بنتكلم مع حضرتك وبنقول لحضرتك وجه رساله لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. طبعا كابتن محمود الخطيب زي ما قلنا في الاول اكبر بكتير من ان احنا نوجه رساله، اسطوره بمعنى الكلمه، اسطوره ما نقدرش نقول كده، ودي بطوله محمود الخطيب. بالنسبه للعيبه فانتوا سجلتوا اسماءكم بحروف من نور، لان بطوله افريقيا هي المقياس في النادي الاهلي، يعني مهما تعمل من دوري او كاس او اي بطولات تانية تظل بطوله افريقيا هي العشق الاول لجماهير النادي الاهلي. فانتوا يوم الجمعه سجلتوا اسماءكم بحروف من نور. توقع بقى جزء من سنه عشان احنا نختم الفقره، توقعك بقى الاهلي والزمالك تقابلوا في النهائي؟ النهائي الاهلي والزمالك ان شاء الله. اشكر حضرتك جدا استاذ عماد عوض الله، نورتني في الفقره والله. شكرا لك يا كابتن. كابتن عماد عوض الله محلل الرياضه، اتمنى ان هي تكون اطول من كده ان شاء الله، يكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الحلقه اشكركم، وان شاء الله حلقات اخرى من عاش الشباب انتظرونا الاحد القادم، وشباب جديد من عاش الشباب. دمتم في رعايه الله وامني، في امان الله. السلام عليكم.